شو بدو اللعنة؟ شو بدو اللعنة؟ شو كاسي تشادة فاليان؟ يسكيد يسي؟ يسكيد يا أخي قل خيراً أوصف بارك الله فيك بارك الله فيك ما في يا أخي سبحان الله هذا يريد تغيير دولة هو إيش؟ هذا يخالف الشريعة هذا يريد الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنده سلطة في بريطانيا عنده سلطة إذا من الجزائر أتكلم انت تتكلم السعوديه انا ايش كمان السعوديه لسه خلاص النبي عليه الصلاه والسلام يقول عنده سلطان انا لسه في السعوديه عندما اكون في السعوديه اتكلم تتكلم السعوديه عندما اكون ان شاء الله انا ايش اقول حافظ الله السعوديه ووفق الله ولاة امورهم اتكلم الحمد لله وبغدا وايش لادناب ايران ادناب ايران ايران انتم تبغون السعوديه الذي يبغى السعوديه ايراني شيء خبيث وليبرالي او خارج كثيري لا يحب السعوديه الحج ما هي ديانة اصبع اخ معاني انا بالنسبه لي ترى ما هي ديانة بالله وين ديانتك؟ كاين ديانة؟ هذا يدافع عن هو يتكلم عنك أنت أنا شيء عبادة يكون شيء خلاص هذا خارج ولا تركانوا سبعي أنت هنا عند ظلموا هذا ليس ظلموا الله أكبر أنت عن مسلم الله يقول ولا تركانوا إلى الذين ظلموا فيمسكم النار هو هنا عند الذين ظلموا يقول لك السعودية شوف تناقض الناس هذا سبحان الله ابدأ بنفسك يا أخي مسلم انا ما اعرفك انت هذا عميل المخابرات السعوديه عميل المخابرات ولا قوة الا بالله يا اخي فيري تيل هذه قصة الف ليلة وليلة هذا شوف انظر الى وجهه عربي بلادي فورينا go back to your country it's Arab country here you take it over تعال انت تقول انا عميل نفعل المعلم قول انا غير عميل خلاص نحن بالله غير عميل قول لا اسالها يلعنك بان انا عالم انا اقول يا الله يا ذا الجخام العن هذا الرجل لانه يقول بان عميل انا اسال الله يلعنك ويفضحك الله يسمع عليك نعم الحمد لله لانك ظالم الله يسمع حتى الكافر الظالم مظلوم الكافر المظلوم لا الله يسمع حتى للكافر المظلوم شمسي انت ما تعرف لا الدين يجوز اللعن لا يجوز الملاعنة يجوز انا اقول اذا لا يجوز الملاعنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكذب هذا يكذب هذا شوف الله لا يسمع حالك ايش معناتها انا احب مسلم جزائري كافر ابغضه في الله مسلم بريطاني احبه في الله هذا يقول انا منافق يقول انا منافق هذا قبلها ناقشني اذا انا منافق قبلها ما هو النفاق عرف النفاق انت تعرف النفاق انت هو لا مناقشه انت هو اكبر النافق انت ناقشه لا انت الامام انا الامام انت قلت ناقشه فلا يرد ناقشه يا اخي هذا شيعي اول هذا شيعي والله شيعي يدافع عن هذا 12 هذا شيعي هذا شيعي 12 لا هذا يدافع عن هذا شوف الخوارج يدافع عن امر الشيعة الذي يبغض السعوديه خارجي رافدي ليبرالي انا شيعي والله والذي احنا ايش نقولوا للسعوديه الحكام لم اخطا يهديهم الله ويفقهم ويصلحهم لان الحكام غير معصومين هذا يعامل الحكام كالرافده يعاملون الصحابه الله اكبر والله هذا ايران ايران حافظ الله السعوديه حافظ الله السعوديه ووفقهم الله لما يحب ويرضاه وحافظ الله بلاد المسلمين ووفقهم لما وفق الله امورهم لما يحب ويرضاه ومن يريد الفوضى في بلاد المسلمين فالله يهلكهم آمين في بريطانيا يعيش لو ترى حرام ماذا تفعل انت هنا حرام في كل مكان ماذا تفعل ترى الحرام في كل مكان ولا تركنوا الى الذين ظلموا هو الذين ظلموا بس الحكام شوف ابدا بنفسك انت اول ابدا بنفسك الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا لا تقول حكام قوا نفسك انت مسلم يا اخي انت مسلم الله طبق الشريعه نفسك. طبق الشريعة اللهم اجعلني من طبق الشريعة انت مسلم لا السلام عليكم انا اتكلم عن الجاهلين السلام عليكم حياك الله حياكم الله السلام عليكم السلام عليكم ضيع الوقت
خلاص سبحان الله الرافدة يدافعون عنه. إذا رأيت الرافدة نعم حبيبي أنا ما أتكلم معك قريبك تعطيك هذه لا ما أتكلم معك نجيب لك أنا ما أتكلم معك خلاص نجيب لك قريبك ما أتكلم نجيب لك قريبك تعطيك هذه لي أنت كبير ما تفهم نجيب لك اسمع لي قريب إيش أنا كنت في الجاهلية نعم كنت جاهل الحمد لله وتبت إلى الله عمر بن الخطاب كان جاهل الصحابة كانوا في الجاهلية وتابوا إلى الله أشوف قريبي مازالك الآن شادي مازال الآن مازال أن يدفعوا لك أموال السعودية أموال السعودية شوف شوف لا دليلك اش حاجه دليل يعطيني دليل اعطيني دليل تاع ساعه يعطيني الماء انا معاك خلاص تحفل الله التهم لا يجوز جيب لك دليل اعطيني دليل اعطيني دليل جيب لك بهذه قدام الناس وبهذني قول تفضل يلا قول هاي تفضل يا دليل واش عندها اتصل بها اتصل ايران اتصل ايران سوف اتصل ايران ايران يا اخي حمار يا اخي الله يهديك الله يهديك كل شيء الله يعرفهم الله يهديك اللي حماس يرهاب الله يهديك الله يهديك حماس الله يهديك امين الله يهديك أمين. حماس يدافعون عن ايران عن الرافده ما رايك في هذا ما رايك في هذا يضحك شوف يضحك يضحك هذا ما رايك في هذا ما رايك في هذا الله ينصر الفلسطينيين والله يدمر الصهاينه انا اقول حماس مع ايران لا حماس حماس اختبئ من وراء دفاع عن فلسطين وهي تتعامل مع الرافده شوف سبحان الله بمجاهدين مجاهدين في سبيل الله المجاهدين لماذا يتعامل مع ايران مع الرافده شوف سبحان الله هل تحب الصحابة؟ هل تحب الصحابة؟ تحب الصحابة؟ إن الحماس سبحان الله. شوف يوصل. يوصل شوف سبحان الله. اتق الله. اتق الله شوف سبحان الله. لا حال. اتق الله. اتق الله. هذا يقول حماس إيران. أنا ما قلت إرهاب، قلت تعاون مع إيران. حماس إيران. أنا مع إيران. حماس إيران. إحنا إحنا الله ينصر مجاهدينا ضد الصهاينة. لكن حماس يختبئون من وراء ذلك. ليس كل من حارب الصهاينة ندافع حزب اللات يحاربون الصهاينة هل تدافع عنهم؟ خلاص بس عليكم عند مجاهدون أنا أدافع عن الفلسطينيين حافظ الله الفلسطينيين الذين يدافعون ويجاهدون ضد الصهاينة والله يحارب بلادهم ونحن معهم قالبا وقالبا ليس كما أنت منافق شوف الله عالم مش كيف في قلبك بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير خلاص هيا سلام عليكم إذا الله عالم ما في قلبي لماذا تقول أنا منافق؟ منافق بس أنت قلت الله عالم في قلبي مش كان في قلبك شوف التناقض شوف التناقض لأن الذي يعلم في قلبك الله فالنفاق في القلب النفاق العقدي لكن شوف النفاق العقدي بصح واش كاين ما هو النفاق عرف النفاق عرف النفاق شنو هو النفاق انا عرفتك مسكين شوف سبحان الله قول يعرف النفاق شنو هو النفاق مسكين هذاك الله والله والله الله يسامحك امين وانا الله يسامحك انسان كبير والله انت انسان تكلم بدون دليل وتهم وهذا لا يجوز في الكلام الانسان انت قلت لي انا اخذ المال من السعوديه المداخل شوف انا ما خربت الاسلام الحمد لله بتوفيق الله بتوفيق الله كثير من الناس يدخلون الاسلام بتوفيق الله ندعوهم يدخلوا الاسلام ما خربنا بتوفيق الحكام تاع السعوديه ايش دخلني في الحكام السعوديه انا ايش دخلني فيهم والامارات ايش دخلني فيهم انا الحكام الله يهديهم والله يوفقهم الله يهديهم ماذا تريد منهم فوضى ماذا تريد من السعوديه تبقوا شرع الله انت تطبق شرع انت مسبل ما رب في حكم انت مسبل تطبق شرع الله اول انت شرع الله جيل ماشي شرع الله يا لا مسبل انت حسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين في النار يا لطيف منين جبتها سبحان الله صدق الامام الالباني الامام الباني في البخاري هذا في البخاري روحوا بلا احد يتحكم فيكم وتبردوا فيكم سبحان الله طبق شرع الله في نفسك انت طبق في شرع الله في النار في النار النبي ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتها الامام الالباني ايش قال؟ قال الناس يريدون الحكام يطبقون شرع الله وهم لا يطبقون في انفسهم شوف التناقض لاجل ذلك انا افكر في نفسي وبناتي انا لا استطيع حتى اطبق شرع الله في بناتي والله يعينني انا من الحكام الله يهدي الحكام ومن اراد ومن اراد ومن اراد من اراد الظلم على المسلمين نسال الله سبحانه وتعالى ان يهديه او ياخذ حقه فالحكام الحكام هؤلاء تركان الذين ظلموا انت عند الذين ظلموا لا انت هو راك تركان الذين وهذو ليس الذين ظلموا حكام الحكام العرب طيب هذو ليس الذين ظلموا هنا واش كيف الذين هذو ليس الذين ظلموا راني راني ندافع عليهم انايا لا ليس انت عندهم راني ندافع عليهم تاع الدرائم تاع هنا راني ندافع عليهم تاع الدرائم نشتغل الذين ظلموا لا انا ماشي ندا
دافع عليهم. لا لا شو هذا؟ مش ركبوا. دافع عليهم ضرائب. لا لا. هذه الضرائب أنا تذهب. يا العسكر. سبحان الله. الحكام الحكام. الرسول سبحان الله. بعد تبعت صحابة الحبشة كانوا مسلمين. مشي بعدك أنت بعد صحابة. بعدهم. أنت مشي وصحابة. بعد صحابة. الحبشة. صحابة مشوا للحبشة. إذا ما تنتج حبشة. يا أخي. لا صحابة الحبشة ليش؟ للدين. مش للدنيا. الصحابة ده والحبشة للدين ليس للدنيا. شوف. تنتهي بحديث هذا. أنا أقول الله يهديك. أنا إيش أقول لك؟ أنا إيش أقول لك؟ والله جيب أدلة. والله ولا أعرفك. والله جيب أدلة. والله أنا. ليك أنت ولي بحر. نعم. فوقش. فوقش جيب دليل. فوقش. بس يكونوا هنا. مش فوقش هذا وش بليه فوقش من هاي مش معناته فوقش. كنت جيب. ما عندك ما فوقش هذه منين مشتى. متى متى؟ فوقش فوقش. متى عربية أنت؟ فوقش. فوقش. ما فوقش عربية نعم. ليس عربية أنت تعرف العربية كل شيء كلها. أنا جارك فوقاش يهجونها بجسد فهموها فوقاش مفهومة مفهومة هذا هذا طايح هذا طايح عندنا بريطاني بريطاني يا أخي والله ما والله غير اسمح لي أنا ما فهمتهاش أوكي إنجلش وين When I got the When he calls Iran when he calls Iran he's gonna call Iran first I bet you won't يا أخي والله تعرف بعض الناس أخي they can you know one guy said he said Shamsi is أصلاً يهودي and he works for the مخابرات إسرائيل كلمة أخي سبحان الله والله كذب إن شاء الله إن شاء الله والله نحن مساكين والله نحن مساكين الحمد لله نريد الخير للإسلام والمسلمين أنا ممكن كين تأكل الحكام تأكل ممكن لكم ربي إيش حكام أي حكام الحكام اللي دافع عليهم تأكل أنا ما دافع على الذين ظلموا أنا ممكن أكل ربي تتهم الناس تكذب على الناس سبحان الله اتهام بدون دليل والله تعرف تعرف ايش اي انسان يتكلم عن الحكام الحكام اكثر ما يطبق شعر الله في نفسه نعم نعم انا شخصيا انا اولا ايش نحن ذكرنا هذا مرارا وتكرارا انا لا ادافع على اي حاكم ظلم او اعتدى لا ادافع عنه لكن لا اريد الفوضى في بلاد المسلمين نعم الان كثير من الناس عنده حقد وحسد على دول الخليج دول الخليج ما شاء الله عندهم ايش السعوديه طبق الشريعه لكن كامله ليست كامله السعوديه بايش تعرف انا رايت الناس يتعاملون مع السعوديه كما يتعامل الروافد مع الصحابه فاذا قرأوا بان الصحابه لم اخطا خلاص غير عدول لا اخطا ليس معناتها ليس غير بارك الله فيك فبعضهم يتعامل حاكم نحن ايش نسال الله ان يهديهم لكن الخروج ما ياتي لخير في تونس خرجوا على الحاكم هذا اتوا بهذا الحاكم الجديد ايش قال لهم ننزع كلمه الاسلام يا نعم لكن الشاهد بارك الله فيك الشاهد كما يقول في كما قال لك قال لك طيح دوله باش يبني بيت هذه هي قتلوا ماتوا كل شيء باش ياتوا به شخص اسوء من الذي قبله خلاص عندما مشي اخي تعرف شوف 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 اخي شوف التوانسه ثاني التوانسه نعم اخواننا التوانسه ما شاء الله منا مسلمين كان بس التوانسه قلال في الدين عندما قلال في الدين التوانسه مش كيما الجزائر والمغرب فهمت فالناس لابد يبداوا بنفسهم الاولى فهمت هذا الحاكم من جاء هذا جا من عند التوانسه وانا الحاكم تاعنا من جاء من عندنا احنا نسال الحاكم نسال الله يهديه والخروج لا ياتي بخير الخروج ها ما شاء الله يا الحمد لله لا يعاون لا يعاون ما شاء الله هذا شوف شوف شحال عنده شوف شوف هذا الرئيس سبون شحال عنده من في حاكم البلد هذا تونس تونس بغير الدنيا كوفلي ما شاء الله ما شاء الله الله يهديه والله يوفقه والله يهدي كل حاكم مسلم والله يوفقه وتعرف يوم القيامه هؤلاء الحكام اللي ظلموا ربي ما غاش يطلقهم خلاص ما تخافش لكن ايش تبع انت كيش نبعد نحاربوا احنا وليش ما يتكلموا عن فرنسا وكيف على الحجاب وكيف على النساء بارك الله ما يتكلم عن فرنسا عن فرنسا لا ديمقراطية لا ما يتكلم لا ما يتكلم عن ما يتكلم عن هذا الشيء ما يتكلم ما يتكلم عن هذا الشيء زاد انت براد فروم هولند اخي يو فروم هولند يا ما شاء الله كوزين لوك اكسامونوس زو سبحان الله ياتي شوف ياتي ويكذب انا قلت أنا لكن شوف يقول لك تاخذ المال من السعوديه من المخابرات المخابرات انا والله واحد ايش قال لي خليت تخدم على الاف بي اي قلت الاف بي اي في امريكا انا في بريطانيا كيف اخدم معاهم يا اخي والله شوف الكذب لان ايش هذه طرائق اهل الكفر من قبل عندما لا يستطيعون يردون الحجه بالحجه ياتون ايش بالطعونات مخابرات مدخلي انت تبغى تحكم دافع حكام انا لا ادافع عن اي ظالم لكن انا ادافع انا ارى حكام الحكام فيهم الخير ما شاء الله يطبقون الشريعه يدافعون الاسلام وهذه الاشياء فايش روح انا ادمرهم ونقول الله يهديهم نعم بعض الاحيان تقع اخ
على الدين، على التقوى، لكن عنده أخطاء. ما معنى هذا خلاص ننسى كل شيء اللي عنده؟ هذا على السنة ما شاء الله، لو أخطأ يشرب السجائر أو يشرب الخمر إيش نفعل؟ خلاص أقول هذا في جهنم. فالحكام بني آدم مثلنا يخطئون ويصيبون، ونسأل الله أن سبحانه وتعالى بارك الله فيك. نعم وافقك نصيحة، هذه 100% أخي. نصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة جهاد عند إيش؟ سلطان الجاه، عند، ليس أنت في بريطانيا، عند ظرفه مكان، عنده عندك أن تكلم معه. مش أنت في بريطانيا هو في السعودية أو في الجزائر، هذه ليس عند الحديث. العندية إيه نعم. فسروها العلماء، ماشي الشرط أنك لازم تكون معه حاضر في الموقع، لا الشرط، ربما تكون معه في البلد، ربما تكون معه في، لا لا ما ف... من العلماء فسرها هكذا؟ من العلماء فسرها هكذا؟ شغل المعية. لا من العلماء؟ المعية لا تلتزم الاختلاط ولا لا 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 معية الله، ما تكلم عن معية الله، لا معية الله ليس معية بني آدم. بني آدم يكون معك عندما تريد تنصح بني آدم، ما تكون انت في بريطانيا تنصح هو في السعوديه. هذا هو المشكل، ما لقيناش شكون لو ينصح في هذو الحكام. يا اخي لا، علماء ينصحهم، علماء ما خرجوش. لا حبيبي علماء ينصحوهم، ما كاينش العلماء. العلماء ينصحوهم شكون لو ينصح؟ الشيخ فوزان ينصح، الشيخ فوزان ينصح، هذوك راحوا بصح. الشيخ فوزان ينصح، احنا هذو الاشكال. لا حبيبي سمعني، عندي تناقض. الشيخ فوزان ينصح، الشيخ فوزان ينصح، نعم على بالي، بس هو ينصح في البلاد تاعو، احنا تبون شكون راح ينصحوا. كاين مشايخ ما كيصحوا، كاين عبد الحكيم دهاز، كاين الشيخ عزيز رمضاني، كيفاش على بالك خصه يقول لك باش نصحه؟ لا لا، النصيحه تجيب نتائج. لا انا نعطيك دليل، النصيحه تاتي بنتائج. كم من مره الخطباء في المساجد ينصحون المسلمين في الجزائر وفي المغرب؟ لا دقيقه اخي، بديك ابين لك، نعطيك نتيجه. كم من مره نصح الخطباء في المساجد والعلماء والمشايخ في الدول العربيه والدول الاسلاميه الناس ان يتركوا الحرام؟ هل تركوا الحرام الناس؟ لا لا الان انا لا لا حبيبي جاوبني واحده. لا لا تبون ملك ام انسان؟ لا لا تبون ملك ام انسان؟ لا اسمح لي قصدي، لا واحده حبيبي انت قلت لي الناس. لا حبيبي انا اقاطعك، لماذا؟ لان لابد كما قال الامام الالباني ما في حيده، لابد نكون في نفس الموضوع. انت تقول لي النصيحه لابد ان تاتي بنتائج، فانا ابين لك من الواقع ان النصيحه ليس شرط ان تاتي بنتائج، والدليل على ذلك ان كل جمعه العلماء والخطباء والمشايخ ينصحون المسلمين ان يتركوا الحرام، ما يتركون الحرام. لا دقيقه فالواقع يخالف قولك. هذا انا متفق، فتخالف قولك الان. لا انا متفق معك، بارك الله فيك، ما تخالف قولك انت الان. مش متخالف قولك، انت قلت نصيحه لابد تاتي من نتائج. اسمح لي، كاين مسؤوليه تتفرق، مسؤوليه الشعب ومسؤوليه النخبه اللي هي العلماء اللي تقوم على مصالح الناس. لانه كان نحكوا على العلماء طيب والشعب ونديرهم في مسؤوليه واحدة يكون تناقض. انا ما قلت لك هكذا، ما فهمني انت. هذا الحاكم بني ادم ولا ليس بني ادم؟ بني ادم. هل معصوم او غير معصوم؟ غير معصوم، باينه ماشي معصوم. ماشي معصوم، ينجم يشرب، ينجم يخطب، ينجم يدير كل شيء، ينجم خلاص. اسمع، كما الناس هو ماشي مشكل، كما الناس خلاص. فانا بينت لك، قلت لي النصيحه لابد تاتي من نتائج، وانا ابين لك بالدليل من الواقع ان كما اتعرف من اخذتها من ابن عثيمين. ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يا شيخ لماذا لا تنصح الحاكم؟ قال انا انصح، قال لكن لا يستمع. قال كم من مره نصحتكم ولا تستمعون الى كلامي؟ فانتم مثله، كما تكون يولى عليكم الله ابتلاكم بشخص مثلكم، انتم لا تستمعون ولا يستمع. كاين شي مسيح حديث صح يقول لك يكون الشعب مشي على طريق ربي يعطيه ربي. هذه نعم آيات، هذه آية في كتاب الله، هذا أثر، لكن الآية ونولي الآية ظالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 هذه ليش آية أخي، هذا قول مضمون الآية، لأن العلماء يقول لا يجوز تقول الآية بالمعنى، فنقول مضمون الآية أن الله يأتي بالظالمين ليتولوا على الظالمين. تاع هذاك امر تاع الله، احنا ما نقدرش نحكموا، احنا واش لازم نشوفوا. فكيف بارك الله فيك حبيبي، فكيف نتعامل مع قدر الله الكوني؟ كيف نتعامل معه؟ سلم وتريح. لا ما هكذا، مشي نتعامل مع، لا اسمع نتعامل قدر. نتعامل على نتعامل مع قدر الله الكوني بقدر الله الشرعي.
فمثلا الآن قدر الله الكوني في إعصار في أشياء، ما هو القدر الشرعي؟ نأخذ الأسباب لأبتعد، وكذلك منها التسليم، وكذلك نتقوا الله سبحانه وتعالى. فالآن بعد الحكام قدر من الله الكوني، هذا ليس معناته إيش نركضوا ناموا خلهم يدوا الحرام، لا نصحوهم، لكن بايش نفعل؟ نبدأ بأنفسنا، وهذا ليس تبرينا لهم. إحنا ما نصحوش، ما عندناش الوجوب، إحنا الشعوب ما عندهاش واجب أنها تنصح الحال. لا مش نكتاب، مش نكتاب، أنا نحكي حبيبي النخبة تنصح، راهي تنصح، راهي تنصح. وش داروا؟ وش داروا؟ راهي تنصح العلماء. الشيخ ربيع نصح، الشيخ ربيع نصح بوتفليقة. نقطة مهمة، تعرف هذا؟ تعرف هذه؟ بارك الله فيك. نقطة مهمة، تفضل. العلماء هادو وش داروا؟ اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي، قال الإمام اسمح لي أخي، هذا يوسف تاعنا مقود كاع. اسمح لي، العلماء واش داروا؟ لا راه حط ديالك. العلماء واش داروا؟ هشام، هشام شمسي، شمسي قلت لك يضرب واحد الحضره. العلماء عندهم مسؤوليه خاصه، كيما ابن حنبل ابن تيميه اللي ماتوا في السجون، شكون مع الطواغيت؟ ابن حنبل ما ماتش في السجن، بلاك كاع انت. ابن تيميه، يعني نحكي ابن تيميه، يا ابن تيميه في السجن. تسمى قلت لك هذوك العلماء وين ماتوا؟ ماتوا واحد في السجن، واحد مات مشرد، شكون؟ حرب مع الطغاة، مع الحكم تاعهم، هادو كانوا يقوموا بالمسؤولية، لكن العلماء تاع دوك واش راهم يديروا؟ هادو بيت القصير، راهم ينصحوا الشعب، هادي أنا معاك، ينصحوا الشعب، ما تخرجوش على الحاكم، بصح أنت مسؤوليتك. شا يدير هو؟ واش يدير؟ يبدل الحاكم. حبيتو يدير كيما ابن تيمية. شا يدير ابن تيمية؟ الكتاب. شفت ابن تيمية؟ شا يدير ابن تيمية؟ أو يدي العلم تاعو من الكتاب. لا شا يدير ابن تيمية؟ هو نفسه لازم يقوم بالواجب. لا شا يدير ابن تيمية؟ ما تعرفش شا يدير ابن تيمية؟ ابن تيميه، ابن تيميه ما تخرجش حاجه باللي لا اسمع لا ابن تيميه انا ديك حنايا احمد ابن تيميه حبيبي اصحح لك ابن تيميه لم يدخل السجن لانه تكلم ضد الحاكم لا ابن تيميه دخل السجن وابن حنبل دقيقه اخي حتى ابن حنبل لم يتكلم لا ابن تيميه خليني اكمل بارك الله خليني اكمل بارك الله ابن تيميه دخل السجن لانه افتى بقضيه الطلاق وكذلك في قضيه العقيده فالعلماء السوء افتوا الحاكم ان يسجنه ليس لانه كان ضد الحاكم لا 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 الحمد لله انت ايش تسوي لا دقيقه خليك كمل سما انت تريد الحاكم المسلم تبون الان ياتي ويدخل الشيخ عبد الحكيم دهات ولا عازم الرمضاني ولا المشايخ الاخرين يقول لها انت عندك عقل دخلك سجن لا تجي على هذا ولا ايش حرب بين الحق والباطل لا هذه ما تكون حرب اذا لا ما هذه ما تكونش ماشي حرب تاع السلاح لا حبيبي حرب تاع العلم بارك لما يكون الباطل قائم انا بغيت تعينات انا قلت لازم لازم يجاهدوا انت بالخروج يعني ماشي بالخروج صراع يا صراع بين الحق صراع بين لكن اذا الحاكم ما عندوش مشكله مع الحق لماذا تريد حرب اي والله لا بصح اذا تاخذ هذا كيما عندنا ايش هذا مثل امريكا امريكا ايش يفعل امريكا ايش يفعل ياتوا بالمشاكل ثم يقول نحن هنا نساعدوك لا 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 هو هكا هو يريد الحاكم اسمع تبون دقيقه 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 تبون ماشي كلام في لسانك لا لا ما حدكش كلام في لسانك تبون اسمعني تبون الحمد لله تارك الاخوه السلفيين اهل السنه يدعون وينصحون لكن المشايخ هناك ليس في في الجزائر او في المغرب او في السعوديه ليس بشرط ليس من شرط النصيحه ان ياتوا الى الشعب يا ايها الناس لقد نصحت تبونا ونصحت الملك محمد لا ما اقول لك انت خليني تكمل خليني تكمل هما ينصحوا بارك الله فيك اذا استمع الحاكم الحمد لله فيها خير اذا لم يستمع وفوا لا ندعي له ندعي له بالله ايش بعد نخرج عليه هاتوا نتخرجوا اتوا بحبيب عمر الخطاب دعاء هذا دعاء مخصين بهم احنا اللي ما عندناش قوه ما عندناش قوه يعني صح العالم العالم عنده قوه العالم يحارب الى اخر رمق نعم ما كيف حارب كيف حارب بارك الله كيف حارب خلاص يفعل ها يفعل النصيحه حتى يسجن خلاص لا هذو هذه فيها اجر عظيم نعم احنا ما نتفق يترك الحاكم احنا ما اختلفوا احنا هذا المشكل هذا كلام العلماء لا لا لا, لا دقيقه دقيقه اخي لا انت اتيت من اخر عند سلطان حاكم ليس في بريطانيا عند عند لا 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 علماء قالوا النبي عليه الصلاه والسلام اسمع يا اخي النبي عليه عثمان بن اسمع انا اتيك بالصحابه حذيفه عمار بن ياسر عمار بن ياسر قال لماذا لا تنصح عثمان بن عفان؟ قال انا افعل قال لكن هل تريد ان اكون على طريقه الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الخوارج الذين يتكلموا في الحكام علانيه لان لا اسمع اسمع لا دقيقه الخطاب قال قوموني بسيوفكم هذا غير صحيح موضوع موضوع هذا الاصل موضوع نعم هذا الاصل موضوع فالنبي عليه الصلاه والسلام ايش يقول؟ نحن ايش النبي عليه الصلاه والسلام قال من له
نصيحه لدي سلطان فلا يذكرها علانيه، هادني معاه فليأخذها بيده. كاين شروط، خلاص شروط بارك الله. الان هل من الشرط لابد الحاكم يسمع او لا؟ اذا سمع الحمد لله، اذا لم يسمع يوم القيامه عليه ايش الوزر. الله عز وجل ربي ما يترك الظالمين الذي يظلم المسلمين. لكن يا اخي الكريم الان انا كن عايا، كن عقلانيين كما يقول لك، لابد يكون عقلاني. انت من اي بلد اخي؟ من اي اخي؟ انت من بلد اخي؟ انا ليس من الحاكم اخي. anyway في السودان، في الجزائر، في المغرب، في السعوديه، في الكويت، الان في بعض البلدان تاتي بمغنيه وتاتي بعالم، من يخرج اليه الاكثريه؟ الى العالم، الى المغنيه؟ المغنيه. شو شو انت تركز بزاف على الشعر. شو تركز بزاف على الشعر، هذا التركيز خرج من السعوديه، من الالسلون ماشي من العلماء. لا دوك الالسلون اتق الله اخي. السعوديه طبقوا التوحيد والسنه. اعطيني الشيخ، هل الشيخ في السعوديه؟ انت تحب اتق الله يا اخي. لماذا تقول تعب نقول دقيقه تعب نقول هذه الالسلون الرافده الشيعه الرافده ايران، لماذا هذا البغض للسعوديه يا اخي؟ والله اخي لا يجوز يا اخي. ليش قول الالسلون؟ والله حكم السعودية ما شاء الله توحيد والسنة. هل معصومين؟ ليس غير معصومين. عندك دقيقة، هل محمد سلمان هل هو محصوم؟ محمد سلمان بن سلمان لا، هل هو محصوم؟